احنا جامعة دمنهور مع الجامعات الأمريكية دي حصلنا على جائزة أفضل طالب باحث بيست ستودنت بيبر أوارد، وأفضل تصميم بحثي بيست تكنيكال ديزاين أوارد. وكلنا بنلحظ في الفترة الأخيرة إن هناك تقدم ملحوظ في الرسالة الإعلامية، هناك تقدم ملحوظ أيضا في القضاء على حالة الفوضى الإعلامية اللي ظهرت بعد 2011. الطالب اللي عايز يمتحن إلكتروني يبعت رسالة عشان تبقى وثيقة، أو ده إقرار أو تعهد إن هو عايز يمتحن إلكتروني، لأن ممكن بعد الامتحان يقول لك مش عايز يمتحن إلكتروني، أو الامتحان يقول لك في الآخر اللي ما كنتش عايز يمتحن ورقي. فأنا بخليه يبعت من الإيميل بتاعه، الشخص الإيميل بتاعه اللي إحنا بنعمله جامعي، إن هو عايز كده. محاربة أيضا منتحة لصفة الإعلاميين، الناس اللي بلاقيها على صفحات التواصل الفيسبوك ويكتب إن أنا الإعلامي كذا أو مش عارف، كل الحاجات دي بنتعامل معاها. الخطاب بيجي من عند بطارق بس مثلا بيساعده رايح لمحمد بيه، خلاص في خلاص ده مفيش ده حد من خليك يكون عندك، انت هتساين ساين تمضي وساعتها بترجع له تاني. الوقت ده كان بياخد شهر شهر ونص، وساعات ورق بروح وساعات حقوق الناس بتروح. يخص العزل ايضا متعاقدين مع مستشفى سعاد كفافي في دار العزل، حاجه 5 نجوم بنتعامل معاها، اي حد من الاعلاميين بيحتاج بنحاول ان احنا يعني يتم حجزه هناك بعد افتتاح دار العزل. جايب انا في النقابه، وانتوا اول ناس تعرف الموضوع ده دلوقتي، بعلن عنه رسميا الحمد لله، جبت انابيب الاكسجين بالمسكات بالمنظمات علشان نبعتها للساده الزملاء الى منازلهم. بنوفر ان احنا نعمل المساحات للساده الاعلاميين في منازلهم وبتخفيض يصل الى 50%.